طبعا لازم اطلع معك المطر اوصلك يا حسين. مفيش تعاون، مفيش تعاون، هتبقى لحظه صعبه والفراق وحش، هيبقى تعب عليكي كمان، وبعدين بابا جاي يوصلني المطار. يوسف ونبيله كمان. وكمان نبيله. ده بعد اذنك يعني يا امي. بعدين انا مش عاوز يحصل اي احتكاك ما بينك وما بين بابا، عشان ما سافرش وانا متضايق ومتعب. وكمان ما كانش ينفع ان انا اخلي حضرتك ونبيله توصلوني، لان انا كنت هبقى قلقان عليكم قوي وانتوا راجعين. عموما يا ست الكل، نبيله هتوصلني وهترجع تطمنك ان انا ركبت. صح الكلام يا ست سراي، حين العقل اللي انت بتقوله يا سي حسين. يا رب يا رب يرسيك بر السلام ويكسبك وينجحك ويرجعك لينا مجبور الخاطر. تعيش يا خالة، ربنا ما يحرمني من دعواتك ابدا. والنبي يا خالة ما تنسينيش. انساك؟ في حد ينسى دنا يا حبيبتي؟ ماشي يا ست الكل، اتكل انا على الله. بتقعد معايا شويه يا حسين عشان معاد الطياره يا ام. تروح وترجع لي بالف سلامه حسام. خلي بالك من نفسك، اتغطى كويس وكل كويس، وخلي بالك من السكه والعربيات حسام. لو عوزت اي حاجه معدلي اي حاجه، ما تبخلش على نفسك، اكل شرب لبس اي حاجه حبيبي، انت هتكون فور. ربنا ما يحرمنيش منك يا ست الكل، انا مش عاوز حاجه في الدنيا غير رضاكي ودعواتك ليا. هي منال نايمه ولا ايه؟ خرجت من ساعه، قالت انها مش هتقدر تحضر لحظه الوداع دي. يا خساره، كان نفسي اسلم عليها. عموما ابقوا سلموا لي عليها وبصوا لي. يلا سلام عليكم. يلا سلام عليكم. سلام يا زمان، تروح وترجع لنا بألف سلام. عشان نبارك من ولادي دول حياتي. من عينيا يا حبيبتي. حبيبي يا ابني، تروح وترجع لي سالم غانم يا رب. سلام يا حسام. هتوحشيني قوي يا حبيبتي. ان شاء الله اول ما اوصل هبعت لك على طول. ان شاء الله. خلي بالك من نفسك عشان خاطري. حاضر. جري يا سلمى، تعملي كده وانتوا هتشوفوا بعض قريب؟ امال احنا نعمل ايه بقى؟ اللي عالم هنشوف بعض تاني ولا لا؟ هو انا هعمل ايه لما سلوى تسافر؟ يا جماعه اجمدوا، مش كده انتوا كده هتخلوني اعيط بقى الكابتن. تروح وتيجي بالسلامه يا حسام. الله يسلمك يا رب. طمنه، انا اتفقت معاه اول ما يوصل هيطمنا بالتليفون، واديته حق المكالمه كمان. اكيد طبعا يا بابا. خلي بالك من صحتك يا بابا، وبأسى على نبيله. نبيله مش محتاجه وصايا، نبيله في عيننا، ما تشغلش بالك انت بحاجه خالص. بس بقى يا سلمى، كفايه يا حبيبتي، طنط من فضلك ما تخليهاش تعيط. بس بقى يا سلوى، ما انت مسافره قريب، ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي. الايام بتعدي بسرعه وان شاء الله هتتجمعوا على خير. وانت يا حسام ما تتاخرش عليها، ابعت لها اوام. خلي بالك منها يا نبيل، اسالي عليها. ومنال خلي بالك منها، وماما يا نبيل استحمليها علشان خاطر. يلا بلاش لكاعه، نتاخر على الطياره. لسه مصمم يا يوسف ما تاخدناش معاك المطار؟ ما انا قلت لكم يا جماعه، عايزين نبطل العاده السيئه دي. انتوا بتشوفوا في مطارات بره حد بيوصل لحد المطار؟ يلا يلا. سيدنا محمد رسول الله.
نبيلة. ما انت لازم تقعدي تتعشي معانا. معلش عافيني المره دي، انا لازم اروح عشان اطمن ماما على حسام وكمان اطمن على الولاد. خليكي يا نبيلة والنبي، انا عايزاكي معايا شويه. حاضر يا حبيبتي من عينيك.